حبيبة ماما، قومي يا جميل، قومي يا لزلوزة يا روح ماما. حماد ايه حماد؟ اغسل عليك يا ماما، اغسل عليك يا ماما، خضتيني. قومي يا دنايا قومي. مش قادر مش قادر يا ماما. الله الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة، حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. الله مش قادر بس عايزة انام. لا يا حمادة قوم يا حبيبي، في الحركة بركة، قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهاردة يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم، ادعيلي ادعيلي يا ماما. بدعيلك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ماما سيبيني انام شوية، تعبان كسلان والله. يا حبيبي قوم قوم. يلا حبيبي ماما، وقت التشطيب جه. حمادة يا ماما انا نضيف وزي الفل، ولازم الواحد يتشطب، والله ما قادر. حماده حبيبي لازم تغسل وشك. الله حاضر حاضر، بس مش قادر. استنى علاش انا هغسل لك وشك. ربنا يخليكي، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. انت ام عظيمه عظيمه يا ماما. يلا هب 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 هب، غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب. الميه ساقعه يا حي يا ماما يا حي. معلش يقطعني يا روح ماما. والله نشفي. شكرا يا ماما، شكرا شكرا. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين. بس ماما تخنقيني، شيل الفوطه. يلا نف نف نف. هوبا هوبا، شيل الفوطه. هتخنقيني يا حي يا ماما، والله عينيا حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. اوف ماما نعم. سيبيني بقى، انا تعبان، عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر يا حماده على طول. حماده على طول. ايه المفاجاه؟ ما قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده الطيب. هو طيب. كل سنه وحماده الطيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه، يعني سيبيني بس 17 ساعه انام، لاني هلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده ماما ربنا نعم. يخليكي ليا، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت هعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كابوسه يا ماما. خدي حبيبي. زق يا زق ايدي زق. متشكر. رجعي ايدي، رجعي ايدي يا ماما، رجعي. متشكر. العافية يا حمادة. حمادة ماما، حمادة ماما، حمادة ماما، حمادة. حطي ايدي على بوقي، عايزة تتاوب. رجعيها. متشكر قوي. العافية يا حمودي. حمادة يا ماما. قوم بقى يا حمادة، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم واغير البيجامة والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر، انا هقلعك هدومك يا حمادة. ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا ماما، ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده، لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليك يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حبيبي. هاتي ايدي كابوسه تاني. خدي هاتي ايدي. زقي ايدي زقي. رجعي ايدي. رجعي. متشكر يا ماما. العافيه حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما، زقيني. مش قادر. يلا مش قادر انزل. يلا يا ماما يلا. ماما تعالي قوميني. يلا يا رب. استنى انا جايلك جايلك. الخشب جامد قوي وجعلي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي، ادعي لي ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دنيا. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دنيا. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه، تعبان مش قادر. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده، ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك زقي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي، رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما، متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى، توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قوم يا حماده اصحى. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانا نايم. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. ولا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى اللي يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا
انا طب شي امسك عشان تزقيني مش قادر مش خليهم معايا زقيني بيهم زقيني بيهم ما تتنيل تتزق بقى ماما ماما هاتي سندوتشات هاتي سندوتشات يا ماما هاتي سندوتشات حاضر يا حماد ربنا يخليك لي يا ماما ربنا يخليك حاضر يا حماد ربنا يخليك يا ماما حاضر يا حماد طب هتبصي حصلي لي على باب الشقه انا مش قادر انا هسحب انا هسحب زي حماده زي الفدائيين انا هسحب انا مش قادر تعبان يا ماما سقيني زي تعبان يا ريس احنا لسه وصلنا المستشفى حالا هطمنك يا ريس هطمنك حاضر يا ريس حاضر يا ريس هدفع كل حاجه حاضر يا ريس انا زهقت من العنبر ده زهقت ده جاي فيلم ايه ان شاء الله ابراهيم الابيض الاصابه ايه كسر واربع متاوي ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع متاوي يا سوني ما تتعدي انسي بقى شغلتك القديمه ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم وده ده الديلر كان فيلم حلو قوي قوي سلامتك 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 ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت ولا بتعملوا حاجه الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا تعملوا لي فيها مشكله في المستشفى ان الله وانا اليه راجعون حول ولا قوه الا بالله ده تبعهم ايه ده يا ابني ايه ده خضتني سلامتك اهدى انا دكتور ما تخافش اهدى ثانيه واحده حطي لي ايدك هنا على ركبته دي خلاص الرياكشن ايه بيلو ايه بيلو بقولك ايه مش عايز تهبلوا الكلام كويس في ركبه بتلق فين الحته ده اكتب في التقرير ايه بتلق امسك نفسك انت كمان انا مش فاهم بيصوت ليه انا مش فاهم حاسس بايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره قلت له ازاي قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح ايوه استاذ احمد السقا يعملها انت كذاب انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا احمد السقا في منتهى الرشاقه كذب مش عايز انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس قول وخلصني ما هو كان طالع بشخصيتين مصر وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول لسه هتحكي تاني الحكايه بدات من وانا صغير كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط كنت اسيب الامتحان بس كمل انا مش سامعك كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا وبعدين لما كبرت خلاص كمل لما كبرت ايه اللي حصل لما كبرت بقى الحته كلها تقول السقا راح السقا جه انت السقا راح السقا جه انت مجنون يا ابني لاني جريء زيه بالظبط اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما خافش يعني يا راجل باين عليك وكنت ساكن في التالت اخد السلم كله جري اخر سلمتين انطهم انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل بطل كذب دي خلاص حتى مفيش وطي صوتك بقى عايز اسمع صوت عظمك لا مفيش زقزقه في العارفه معلش ان شاء الله ربنا يكرمك ده السقا جنن الناس مش معقول في حاجه تاني انا عايز اعرف اخف امتى ليه علشان اتدرب على نطه الشلال كفايه بقى ده انت صدعتني انا زهقت ثانيه واحده وانت كمان ابعدي عني كده في عايز اخد نفس الو يا رانيا ايه فوزي مفاجاه خير اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه ممكن بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش يا فوزي عشان خاطري حاضر هوديك حاضر هجيلك استوديو ايه جلال حاضر طب خلاص وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل اخيرا هشوفه يا فوزي باي حبيبي باي باي يا حبيبي باي باي ايه يا سونيا انت اتجننتي ما قلتلك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب يعني اللي في دماغك ده شيلي خلاص احترمي نفسك بقى اعتبري نفسك شعر مخصوم منك فهمنا ايه القرف ده